سيد كم كم تو كيس مي. ثقافة الاختلاف مش موجودة عند الشعب المصري. يعني هنقضيها نسوان بترد على بعضها؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسنا، ومعانا اتنين ستات وسته، يبقى سته سبعه تمانيه، ومعانا تمن ستات امارات قاعدين بنفسنا ونص ونص تمانيه ونص. وعندنا النهارده مواضيع كتير حلوه وجميله، وهي في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن نصايح لو مراتك حامل. على فكره استني، انت بتتكلمي على الفقره دي ليه؟ خلفتي؟ اختي خلفت وانا واختي. انت حبلتي؟ لا ما حبلتش يا اختي. انت اتجوزتي؟ لا ما اتجوزتش. طب بتتكلمي ليه؟ اهالي الازواج ايه اللي جايبين بطه واحده ليه؟ ايه مش هتسميه باسم جدك؟ واختي تبتدي تستظرف ان شاء الله ربنا يكرمها باذن الله قريب ونحضر فرحها. الحاجات اللي ادمنها المصريين. احنا بنضرب كميه كوبايات شاي تفتح قهوه للعالم كله. تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي. لقاء مع الفلكي احمد شاهين. مين قلته وما توفاش؟ كان في الرئيس الاسبق حسني مبارك. انا اجتهدت وخلاص. لكن انا انا اجتهدت وعن نفسي. لا ما ده علم، ده اجتهاد. اول موضوع عندنا النهارده، لو مراتك حامل تعمل ايه؟ الكلام واضح جدا ان هو موجه للرجاله اللي زوجاتهم حامل. فانت لو قاعد تتفرجي على البرنامج وجوزك في البلكونه ولا في المطبخ ولا في الحمام، اجري بسرعه هاتيه من قفاه وقعديه جنبك على الكنبه عشان يتفرج على الفقره دي بالذات. اولا لو مراتك حامل يا بيه، وبالاخص في الثلاث شهور الاولانيين شهور الوحم، فاول باول تعمل حسابك في ايه؟ في انك في الثلاجه وفي الديب فريزر تجيب كل الاكل اللي في الدنيا وكل اللحمه اللي في الدنيا وكل الفاكهه اللي في الدنيا مجمده كده، وتلفها وتشيلها. اول ما تطلع لك بفكره بالليل ان نفسها في كذا، على طول ما تبادلش نفسك، تخش تفتح تطلع تفك تسخن. اتفضلي يا حياتي. يا عيني، ويتخرب بيته هو، يلا مش مشكله. تاني حاجه بقى، اي تعليق على شكلها، على بطنها اللي كبرت، اي استظراف مش مقبول، حتى لو هي ضحكت هي مش عاجباك وبتضحك من تحت الدرس وانت اللي عملت فيها كده، فبلاش نستظرف بقى على بعض. ولو قالت لك بعد الغدا انها جعانه او بعد العشاء انها عايزه تتعشى تاني، بلاش التعليقات اللطيفه بتاعت ايه ده انا لسه ما هضمتش الغدا، ايه ده هتتعشي تاني، ده احنا لسه متعشين. هي على فكره عارفه ان احنا لسه متعشين، وعارفه ان هي لسه واكله، يعني ما جالهاش فقدان ذاكره مفاجئ، فبلاش تبقى لطيف وظريف، وقدر ان هي ممكن تكون نفسها مفتوحه شويه، يعني حامل عادي، يعني بتحصل. ولان الجواز مشاركه، وبالاخص بالاخص في فترات الحمل، ترفق بيها. هم 9 شهور ان شاء الله هيعدوا على خير وهيجي لك ولي العهد. فبما ان بطنها يعني مستعقن قد كده، فبما ان بطنها في الحمل عماله تا 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 تا، هي وحظها بقى، في ناس بتضرب من الجنب وفي ناس بتضرب على قدام، وفي ناس ما بتضربش خالص على فكره. في ناس اللي هو اول حمل، اول حمل بقى جسم الست غالبا متماسك، فالحمل ما بيبقاش باين. لكن طالما عضلات البطن ارتخت من اول حمل، طبعا تاني تالت رابع البطن بتبقى تا او تا او على تحت تا. فنوع من المشاركه في فترات الحمل اللي هي غالبا بتبقى في حياتك مرتين ثلاثه اربعه، نعمل ايه بقى؟ بلاش تروح الجيم بقى وتستفزها، تستظرف. بلاش بقى ايه تمارين البطن في البيت قدام التلفزيون والست بطنها مدلدله قدامها كده. فاش مانع انك تسيب كرشك شويه، سيبه كده يضرب شويه، يقلب الحزام كده يبقى قامت، سيب الحزام كده درجتين ثلاثة لقدام، فهي ماشية جنبك جسمها بايظ تحس إن أنت كمان جسمك بايظ، وبعدين بعد ما هي تولد نصلح جسمنا مع بعضينا. وتقول لها يا لهوي ده إحنا تخنا قوي، إحنا مش أنتِ. وحاجة تانية بقى كمان، إعمل حسابك إن في كتير قوي من سهراتكوا هتبقى في البيت يا معلم، لأن هي أولا مش هتلاقي فساتين صوري حلوة شيك تلم البطن الجميلة والكرش اللي قد كده، ومش هتعرف تخرج معاك وتتبسط، لأنها كمان ممكن تبقى عايزة تقع وتدوخ وعايزة تروح وجعانة، فممكن تاكلك وتاكل الناس اللي في المكان كلهم، فيفضل إنك تقعد معاها في البيت، فتجهز كده من أول ما تعرف إن هي حامل، تجهز مجموعة أفلام كتيرة قوي كده عشان سهراتكوا في البيت هتبقى طويلة وممتدة، فشارك وشوكولاتك وبابا غنوجك وسلطاتك، وقعدوا تبصوا مع بعض، عشان برضو هرجع اقول لك ان ده مش ابنها لوحدها، فما تقولهاش طب اقعد انت وانا هنزل. صح، الست بتبقى حساسه جدا، فالزق جنبها. صح. في حاجه كمان بقى على مستوى المشاعر والعواطف، الست وقت الحمل بيبقى عندها تغير هرمونات رهيب علميا معروف،
وبالاضافه الى انه في تغير هرمونات، لو كمان حملها الاولاني بتبقى مخضوضه قوي من شكلها، ومخضوضه قوي من تغير جسمها، ومخضوضه قوي من مشاعرها الملخبطه اللي هي نفسها مش قادره تفهمها، فممكن تلاقيها موديه جدا، شويه بتعيط، شويه مبسوطه، شويه بتضحك، شويه عصبيه، شويه هاديه. لازم تحتوي كل ده، لازم تفهم ان جزء كبير من المود سوينجز او التغير في المود ده بيبقى خارج عن ارادتها او سيطرتها، فلازم تكون عاقل، مخك كبير، تحتوي المواقف، وتكون صبور وحنون. صح. ما تحسساش بقى انك جاي على نفسك، وان حارم نفسك من حاجات كتير، وانك انت ما بتخرجش معاها، وان جسمها بقى وحش، وانك انت ومش لاقي نفسك، وان هي بقتش زي الاول، وتقعد تزهقها وتضغط عليها اكتر ما هي الظروف اللي حواليها ضغط عليها. فالبنت يا عيني بدل ما تفضل تتحمل فترات الحمل، تتحمل الحمل وتتحملك. صح. فبلاش يجي لها اكتئاب اثناء الحمل، لان ده ممكن ياثر جدا على صحه الجنين اللي هو ولي العهد بتاعك، البومبينو الصغنن اللي هو ابنك اللي واحد تمنى. فحافظ على مامته وحافظ عليه. تعالوا نشوف تقرير ونرجع تاني. طبعا يحاول يريحها طبعا قدر الامكان، هي اصلا بتسعة اشهر بتتعب جدا فيهم يعني، وممكن اقعد جنبيها كده وابقى انا اب اصغرت ازيدها من الحب والحنان وارقص خد المستشفى انشكح. ايه السؤال ده الغريب ده؟ اخد بالي منها اني اريحها في السرير على طول، اريحها بقى خلاص يعني، ما هو اللي جاي ده ابننا احنا الاثنين، المفروض اريحها. هي بقى تعبانه وحامل، بعد ما تخلص بقى وتولد هتعمل ايه بقى؟ تبقى حامل في ولد بقى يعني، هتبقى لها حاجه كبيره. اكل كويس، اي حاجه تكون نفسها فيها اعملها لها. والله كل الرجاله في التقرير رجاله ذوق 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 وجمال ومحترمين. والله عايزه اقول حاجه للراجل، مهمه جدا جدا زيارات الدكتور اثناء فترات الحمل، مهم جدا ان انت تكون معاه، مهم جدا ان تتفرج على السونار معاها، كل المروحات بتاعه الدكتور والذكريات بتاعه الدكتور في البيبي دي لازم تكون مع مراتك. مفيش حاجه اسمها بيروح لوحدك وايه اللي حصل، وتظهر مشاعرك جامد علشان يعني حتى لو شفت السونار وانت من النوع اللي فرحتك قليله او كتوم اللي هو ايه والله جميل، لا عشان هي تتضايق لانها عندها الاحساس بالزياده. فانت دايما ادي احساسك خليه الدبل، يعني اول ما تشوف صوره البيبي ايه ده يا حبيبي كده افور، يعني عشان هي تنبسط اكتر. طبعا انا معاكي في حكايه افور دي، معاكي، لان الابوه مكتسبه يعني، بتيجي بعد ما البيبي بيتولد الاب بيبتدي الله يمسك البيبي يتعلق بيه، لكن والبيبي بعيد عنه ما شافوش مش حاسس بالابوه. في حين الامومه غريزه يعني، من وهي بيه عيله ماسكه عروسه ونفسها تبقى ام، من البيبي لسه مش حاسه بيه وهي حاسه ان هي نفسها تبقى ام. فحاول تافور احساس الابوه عندك عشان يتناسب مع الامومه بتاعتها. بالظبط. في حاجه ثانيه يعني عشان نكمل على كلام انتصار وشيماء، مش بس تروح معاها للدكتور، تشاركها في الشوبينج، هي بتشتري حاجه البيبي، بتعمل اوضه البيبي، بتشتري سرير البيبي، الحاجات دي كلها مش انك تديها فلوس وتقولها انزلي مع مامتك اشتري، اختيارك مهم جدا في الوقت ده، لان هي بتحس ان انتوا بتبداوا مع بعض خطوه جديده في حياتكم هتستمر طول حياتكم، انكم هيبقى عندكم طفل. فحتى لو انت بني ادم ما بتعرفش تأفور في مشاعرك وما بتعرفش تمثل وهتحس ان انت مفقوس قوي، ممكن تعبر عن مشاعرك دي بمشاركتك لادق التفاصيل، لان التفاصيل دي مش هتتكرر كل يوم، زي ما انتصار قالت الست هتحمل مره اتنين تلاته اربعه بالكتير في العمر كله، فدي كلها مناسبات مش هتتكرر كتير. كمان عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي قوي، الست اثناء الحمل ممكن تبقى عندها نفور ومن العلاقة الحميمة، وده برضو بيرجع لتغير في الهرمونات وإحساسها أن هي في حاجات ما بقتش طايقاها وكده. فمش معنى أن هي عندها نفور في العلاقة الحميمة أن أنت تتضايق أو أن أنت تبقى شرس أو عنيف أو عندك لا مبالاة من ناحيتها أو تروح تخونها، وبرضو مش معنى أن هي عندها عزوف عن العلاقة دي أن أنت ما تبقاش حنون، لأنه هي مش معنى أن هي مش قادرة تبقى في علاقة حميمة في الفترة دي أن هي مش محتاجة الحنان. فلا ده عذر ان انت تخون ولا ده عذر انك تكون قاسي، لازم برضو تكون مستوعب للحالة والموقف اللي هي فيه. كل بان كتير وانت هتنسى. ما تنساش بقى في السكة برضو الهدايا، مش معنى ان هي حملت وضربت
انسى بقى حركاتي الجميله، اخش عليها فستان حمل لطيف، اخش عليها بلبس بامبينو جميل، مع انك لا عارف مقاس ولا عارف نيله، بس اعمل نفسك الاقل عملت شوبينج لوحدك وانت كده معدي سرير بيبي فظيع، تجيبوا له هديه شو خليلة. يعني قول له بصي جبت ايه، يعني استعبط كده وبقى لطيف وبقى مشارك، مش لازم تسحبك من ايديك توديك دايما على الاماكن بتاع شراء ملابس الاطفال. وحاجه تانية كمان بقى يعني برضو تعملها، نرجع بقى لموضوع الاكل، لو انت مثلا هتطلب اكل ومراتك مثلا قلت لها عايزه يا حبيبتي على فكره أكل. استني انت بتتكلمي على الفقره دي ليه؟ يعني اساسا يعني ايه؟ تشاركي فيها ليه؟ ليه؟ هو كلامه لت وخلاص؟ لا مش كلامه لت. ليه؟ خلفتي؟ اختي خلفت وانا واختي انت حبلتي؟ لا ما حبلتش اختي، بس انت اتجوزتي؟ لا ما اتجوزتش. طب بتتكلمي ليه؟ بتتكلمي ليه؟ هو القرعة تتعايق بشعر اختها؟ انا اتجوزت وخلفت؟ القرعة تتعايق بشعر اختها؟ حسيتي الأمومة؟ خلاص ماشي، يبقى في العلاقات انسحبي فورا، استني بس انسحبي، انسحبي فورا عينيا، بس اي فقره فيها عزية انت تسيبيه وانت ترتبطي بيه. عشنا كل ده بقكم. ليه عشنا كل ده؟ عشتوا بقى زمان بقى على جيلكم بقى القديم اللي احنا لسه عايشين قريب. لا لسه بقنطتين. طب اختموا بقى، اختموا الفقره دي عشان نخلص. انا هختم برضو الفقره، يمكن في احساس حمل صادق عندها، يمكن عندها حمل كاذب واحنا مش عارفين. بتعيش حياتها. I have a nice baby. From who? يا ريت تمشوا على كل النصايح اللي قلناها لكم وتحافظوا على مرتاتكم وهم حامل، علشان اي غلطه صغننه كده يا ريت تمشوا على النصايح اللي قلتها لكم في البامبينو الصغنن، النصايح اللي انا قلتها لكم بالفقاقه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. يا ما بنشوف من اشكال وانواع الحرب دي، مباراه في مين يغرق البيت ده بخيره عشان ينجح الأسرة الصغيرة دي. دي حاجة حلوة، بيبقى كده تحسي انه بيت كرم. يا ريت هيعجب مامتك. الا ازاي؟ واوعي تقول لك الحاجة دي عاجباني ما تديهالهاش، لأنها هتلف من وراكي وتاخدها وانت مش موجودة في البيت. ايه ده، جايبين بطة واحدة ليه؟ ايه مش هتسميه باسم جدك؟ وأخته تبتدي تستظرف، إن شاء الله ربنا يكرمها بإذن الله قريب ونحضر فرحها. لا ما حصلليش كده على فكرة. ورجعنا لكم تاني وهنتكلم عن الحرب الباردة، بس مش الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا، لا في حرب من نوع تاني على نطاق أصغر شوية، بس هي حرب برضو عالمية وأبدية ومش هتنتهي أبدا، هي الحرب بين أهل الزوج وأهل الزوج. ويا ما بنشوف من أشكال وأنواع في الحرب دي، المناسبات بقى اللي بتبقى بتجمع العيلتين اللي هم الحما والحما والراجل بيبقى اسمه ايه؟ حماكي وحماتك، بين حماكي وحماتك وحماته وحماته وحماه. ايوه دي بتبقى يعني كانها ماتش سخن ومترقب، كانه ماتش بين الاهلي والزمالك بين العيلتين. وخلي بالكوا في ماتشات ما بتعديش بالسهل، في ماتشات بتعدي بضرب الطوب وتكسير اللعيبه تبقى اللهم احفظنا يعني. بس برضو في حاجات بتبقى حلوة قوي في بداية الجواز، بتبقى إيجابية جدا ولطيفة جدا جدا بين أهل الزوج وأهل الزوجة، اللي هو الرسم بقى العلاقة لسه في الأول بقى. والحمد لله الخطوبة مرت بسلام والجواز مر بسلام والفرح مر بسلام والسبوع بتاعك مر بسلام، والله أنت حامل كل ده، الحفلات دي مرت بسلام. فتلاقي مثلا إيه طنط تبعت أكل، حلة محشي كبيرة وفراخ، عمو تلاقيه من الارض بتاعته بعد بلح وموز وبرتقال، طنط عامله زبده تبعتها، طنط جات لها سمنه بلدي من البلد تبعتها، تقوم طنط الثانيه رد على طنط الاولانيه لما تعرف من بنتها ان تقوم بعت لها كل حاجه اعلى بقى. كل واحد بيبعت مقامه. تقوم بعت التلفزيون ما حصلش هديه لبنتها، فالعريس يقول لامه اسكتي مش طنط بعتت لي. مباراه في مين يغرق البيت ده بخيره عشان ينجح الأسرة الصغيرة دي، وده في الأول بس. وفي بقى كمان لما بتبقي رايحة عند حماتك مثلا في عزومة، وتلاقي أنت مثلا وأهلك رايحين لحماتك وعاملة لكم مثلا عشاء، تلاقي أكل
ترابيزة طويلة عريضة من الأنواع وأصناف الأكل وأشكال وألوان المالح والحلو، تكفي مش بس المعزومين، تكفي المعزومين وقدوهم كمان ثلاث مرات، عشان دايما الحما عايزة توري قد إيه هي كريمة وقد إيه هي بتعرف تطبخ وقد إيه بتطبخ أصناف كتير متنوعة. فيعني دي حاجة حلوة، بيبقى كده تحسي إنه بيت كرم. ومع ذلك يا ريت هيعجب مامتك، قال إزاي هتطلع بقى من النص هم حطوا النشب وفتيك، ايه ده جايبين بطة واحدة ليه؟ ايه البخل ده؟ مش عارف ايه الجوافة البيضة دي؟ ايه ده؟ ما مش الموسم بتاعها، مش جايبين لنا فكة الموسم، ايه اللي بيعملوه ده؟ وهتقعد تصلخ في جلدهم. يعني مهما عملت مش هيعجب، يعني دي مهما عملت مش هتعجب دي، والعكس. طبعا. وفي حروب بقى من نوع تاني، ان اول بيبي بيتولد في الاسره الصغيره الجميله دي اللي نفسها تستمر طبعا، ونادرا ما هتستمر لانها مش هتستمر في ظل الحروب دي، اول ما يجي ولد تبقى على طول امه ماسكه في المستشفى، ايه مش هتسميه باسم جدك؟ سميه باسم فاروق. ابوك طيب فاروق، اصل يا ماما كنا اتفقنا على اسم تاني، ايه فاروق. اسم ابوك ماله؟ وتقوم طبعا الام بتاعها طالعه من اوضه العمات مفرهده كده، والده تقوم ماسكه بتاعها تقول لها اتفقتوا على اسم ولا لسه؟ هل لك هيسمي ايه؟ يا ماما اساليه، هتسمي ايه يا حبيبي؟ وانت مش هتسمي على اسم ابوها؟ والله بقى لو جت بنت، الحماتين بيبقوا موجودين في المستشفى، الاتنين بيبصوا لبعض طول الوقت، لما نشوف هيسمي باسمك ولا هيسمي باسمي؟ وغالبا الراجل اللي بينتصر في المباراه دي، لان اول بيبي دايما بيتاخد ناحيه الاب. وكمان بقى يا سلام بقى لو هو عنده اخت وانت عندك اخت، واخته متجوزه واختك عذراء، تبتدي بقى الحرب البارده، واخته تبتدي تستظرف، حبيبتي هي ايه مش تتجوز؟ لا يلا ان شاء الله ربنا يكرمها، ان شاء الله قريب نفرح بيها، والله بيحبها قوي قوي قوي، ان شاء الله ربنا يكرمها باذن الله قريب ونحضر فرحها، ان شاء الله باذن الله. لا ما حصلش كده على فكره. بس بتبتدي بقى الضرب من تحت الحزام، بس على مين ولا بيهمنا. وبرضو لو انت عندك مثلا اخ مش متجوز وهو عنده اخت مش متجوزه، يبدا بقى التكتيك على عالي، رمي السهام، يبدا بقى كل التفاصيل تلاقيها مش عارف، تفاصيل البيت والحياه وتفاصيل عيلتك راحت عند اهله والعكس صحيح. ويبدا لو حصل مثلا واخوك يقرر ان هو هيخطب بنت تانيه ولا معجب ببنت تانيه غير اخت جوزك، ممكن الدنيا في البيت عندك تقوم وما تقعدش، يحصل خناقات فظيعه وتبدا حماتك تعمل تصرفات غريبه جدا جدا، لانه طبعا انت اخوكي ده عريس لقطه وحماتك عايزه لبنتها، فمشاكل كتير او العكس برضه، ومصايب كتير او العكس، لو اخوه واختك يعني يعني لو حد فاضي هنا وحد فاضي هنا ايا يكون من الجنسين يعني. لو والله بقى لو الـ 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 الراجل الفاضي في العيله دي او في العيله دي راح خطب، يبقى هو قاصد ومتعمد يعنس بنتنا. فانا عايزاكي بقى يا حبيبتي من اولها كده، اول ما تلاقي عندك فرده فاضيه وعندهم فرده فاضيه، عشان تقطعي الشك باليقين، اول ما حماتك تلمح لاي نسب جديد تقولي لها ايه؟ كفايه يا طنط مدسته مغرفه. مش هتفتح بقها تاني معاكي في لهاتي اللي عندكم ولا خدي اللي عندنا، يا دوبك بس ابنها يطلقك وخلاص. سيبنا ابنك، كفايه علينا ابنك. وبعدين بقى خلي بالك حاجه سريعه كده، اوعي تخشي عليها في رمضان مش محمله، واوعي مامتك تنسى في الاعياد كلها تتصل بيها الصبح تقول لها كل سنه وانت طيبه عشان ما تقلبش بوزها، واوعي تقول لك الحاجه دي عجباني ما تديهالهاش لانها هتلف من وراكي وتاخدها وانت مش موجوده في البيت. وهي ايه اللي هتدخلها البيت وانت مش موجوده؟ عن طريق ابنها. عصابه مش بيت ابنها، مش راح البيت ابنها، انت بكرامتك تقول لك دي عجباني تشتري الجديد بتاعها وتوديه بكرتونته. يجي عيد، يجي مناسبه، يجي تقولي لمامتك تهاديها وتقولي له هو هاديها، عشان يفضل الود والسلام متبادل بين العائلتين. واللي هو في النهايه برضه هيبقى حروب، وفي النهايه نهايه الطلاق بالظبط. وفي نهاية الفقرة عايزين نقول لكل الحموات ان ولادكم بيكبروا، انت كنت زمان ام بتتدخلي في كل تفاصيل حياة ابنك او بنتك لانهم كانوا صغيرين، بس لما بيكبروا وبينفصلوا وبيتجوزوا بيبقى ليهم حياتهم واستقلالهم، لازم انت تنسحبي وتديهم خصوصيتهم، والحياة اتغيرت وشكل العلاقة بين الرجل ومراته اتغيرت، فلازم تكوني واعية وفاهمة ده كويس وتسهلي حياة ولادك ما تصعبيهاش. فنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل، استنونا.
عندنا حاجات مختلفة بندمنها وما بنقدرش نعيش من غيرها. البلاي ستيشن. لدرجة إن بقى في ناس بتموت من كتر إدمان الكورة. عندنا استعداد نقعد طول النهار وكمان ننام والتلفزيون شغال عشان صوته بقينا متعودين عليه. الناس كلها في العالم بيتكلموا كلمة ورد غطاه. إحنا من ساعة ما رخصوا الدقيقة وعملوا اليوم بيتفتح أبو جنيه وخلصت. وفي إدمان عندنا كمان إدمان الفيسبوك. الفول والطعمية وكوباية الشاي. إحنا بنضرب كمية كوبايات شاي تفتح قهوة للعالم كله. تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ ورجعنا لكم تاني مع فقرة الحاجات اللي أدمنها المصريين. في كل العالم في إدمان حاجات كتيرة قوي، بس المصريين بقى عندنا حاجات مختلفة بندمنها وما بنقدرش نعيش من غيرها، زي مثلا إدمان الرجالة للقهوة، مش القهوة اللي بتتشرب، القهوة اللي بتتراح. في راجل ما يقدرش يروح بيته حتى لو هلكان من الشغل وتعبان وطالع عينه، غير لما يروح يقعد على القهوه ويبقى قاعد بيسقط كده وبينام. المهم ان هو عدى على القهوه ويرجع يروح، كان القهوه دي وظيفه بيمضي فيها ولو ما مضاش مش هيقبض. وفي حاجات تانية كتير. في مثلا البلاي ستيشن. من لما تخش اي بيت تلاقي دايما في شاشه واتنين اتنين قاعدين على الارض. حسب بقى ما اشتروا كام دراع، اللعبه بتيجي بدراع واحد ممكن يشتري دراع تاني ليها، فتلاقيهم قاعدين واهتمام، وفي فريق تاني قاعد على الكنبه مستني لما واحد من دول يخلص اللعبه عشان يقوم ياخد هو الدراع ويلعب. وعلى فكره بيبقى من 7 سنين لغايه رجاله عندهم 65 سنه، وهي لعبه رجالي جدا ومختلفين الاعمار. واهتمام ايه غير عادي بايه؟ بماتش كوره بواحد يعني لعبه عقيمه جدا وغاليه جدا تمنها كجهاز، واهتمام الرجاله بيها مهتمين بيها قوي، بيقعدوا عليها بالثمن 9 10 ساعات. وفي ادمان التلفزيون طبعا عند الستات اكتر من الرجاله، بس عموما في ادمان فظيع للتلفزيون. واحنا بقى عندنا مشكله ان احنا دي بقت تسليتنا الوحيده، تقليب في القنوات من قناه لقناه لقناه. عندنا استعداد نقعد كعيله كراجل وست، وكمان اولادنا بقوا يقلدونا طبعا، بنقعد ممكن طول النهار وكمان ننام والتلفزيون شغال عشان صوته بقينا متعودين عليه. وفكره القرايه انتهت من حياتنا، ما بقيناش الكتاب ده ما بقيناش نستخدمه، ما بقيناش نحس باهميته. كل ثقافتنا واخدينها من برامج ممكن تكون ملهاش مرجعيه وبرامج ملهاش معنى. فبقى عندنا ادمان حقيقي حقيقي للتلفزيون، دي مشكله كبيره جدا. وفي كمان ادمان الكوره، مش احنا طبعا الشعب الوحيد اللي بيدمن الكوره، عشان انا قلت في الاول دي الحاجات اللي بيدمنها المصريين ويمكن ما نكونش اكترهم، بس احنا في الفتره الاخيره تعمقنا قوي في الموضوع زي حاجات كتيره قوي تعمقنا فيها، وما بقيناش عندنا الروح الرياضيه بتاعت ان ينفع فريق يكسب، لا بقينا تحس ان احنا قاعدين لبعض على الوحده ومضطهدين بعض، وده يضرب في ده وده يعمل في ده، لدرجه ان بقى في ناس بتموت من كتر ادمان الكوره. ويلا بينا نروح نشوف تقرير عن رأي الناس في العادات اللي أدمنها المصريين. من التلفزيون بقى والأكل، المصريين بيحبوا الأكل. أي حاجة فيها دوشة أو لمة هتلاقي المصريين بيروحوا عليها. بيحبوا القهاوي. يعني المصريين بيحبوا الزيطة. الواتس والفيس. الأكل والفتح. القهاوي والقعدة على القهاوي، الخروجات. القلش. والأكل. أكتر حاجة بيحبها الأكل. النت طبعًا، النت دلوقتي بقى إدمان كل أسرة، لازم دلوقتي في خناقة بين الأب والأم معانا بسبب النت اللي ماسكينه ليل ونهار ما بنسيبوش. الأكل والفتي والرغي. رغي التليفونات كمان مصيبه من المصايب اللي بيعملها المصريين. الناس كلها في العالم بيتكلموا كلمه ورد غطاه، انت فين؟ انا جاي سلام. رحت عملت ايه؟ انا كويس مع السلامه. يعني ها لو طولوا قوي ربع ساعه. احنا من ساعه ما رخصوا الدقيقه وعملوا اليوم بيتفتح ابو جنيه وخلصت، ما بنقفلش الا لما نخلص كل الدقايق اللي مدينها لنا كادو. ورغي رغي عمال على بطاله، ممكن واحده تسيب التليفون وتروح وتيجي، واللي نقوله نعيده. ممكن نبقى قاعدين مع بعض في مكان واللي حصل احنا الاثنين شفناه ولازم نرجع تاني نتكلم فيه عادي، يعني نحكي لبعض كاننا متفاجئين. فرغي التليفونات ده مصيبه. وفي ادمان عندنا كمان، ادمان الفيسبوك. الفيسبوك ده مش ممكن تخلف تولد تتصاحب
انا في ريليشن شيب دلوقتي. كل انا مالي والناس مالها والدنيا مالها وايه التفاهه دي؟ وبعدين كل ما تخش على الفيس عندها تلاقيها دخلت من 3 دقايق من 4 دقايق من 8 دقايق. لا ده انت ما فاتحاه وماشيه بيه. ده انت ماشيه بيه في البيت. ده انت بتطبخي وماشيه بيه. طب نحط ساعات معينه لاستهلاك الفيسبوك، مش 24 ساعه. ومش لازم المجتمع كله يعرف كل حاجه عنك وعنها طبعا، ده غلط. الحياه فيها خصوصيه اكتر من كده يا جماعه. الفيسبوك ما تعملش عشان الحاجات دي. في كمان ادمان اكلات معينه، يعني المصريين بيدمنوا اكلات زي الفول والطعميه والكشري والمش والمش. بس المصري يصحى الصبح كده ما يحسش انه فطر غير لما يفطر على طبق فول تمام وكم قرص طعميه سخنين مقرمشين يجننوا في نص رغيف عيش بلدي وشويه ترشي وانا جعانه. الله. بس يعني شويه فجل وشويه كل بصل او لف او بصل كده ولا بصل اخضر كده يعني المصري وعيش طازه. احنا جوعنا. المصري ما يحسش ان هو حبس الفطار التمام غير لما ياكل الفول والطعميه وكوبايه الشاي. كوبايه الشاي احنا بنضرب كميه كوبايات شاي تفتح قهوه للعالم كله. تشرب شاي تشرب شاي تشرب شاي تشرب شاي. كلنا بنشرب شاي، ده غير الشاي ابو ياسمين طبعا، بس كلنا طبيعي بنشرب شاي. فبنشرب كميات شاي رهيبه. يعني حتى لدرجه ان هي ممكن تتعب الناس وتجيب لهم قولون عصبي وتجيب لهم حاجات كتيره قوي، بس عادي هم مكملين في شرب الشاي. ويقول لك اصل دماغي مصدعه ومش هيظبطها غير كوبايه الشاي. ايوه صح. تشرب شاي؟ أشرب شاي. تشرب شاي؟ أشرب شاي. أشرب شاي. بعد ما كلنا إن شاء الله هنشرب الشاي، هنطلع فاصل نشرب شاي ونرجع لكم تاني مع فقرة السوشيال ميديا. أوه نو، سيلفي العائلة المالكة مش معقول، معقولة يعني هي وأحفادها وعروسة حفيدها وسيلفي ومن تحت وبقرون. هو مرتبط بصاحبه وصاحبه بيحب الكوره، فيعني بدا يفهم يعني ايه ماتش كوره، حتى الزمن بتاعه الجون. يعني ده رايي. بما انك ما بتربيش كلاب، ايه رايك؟ ده كلب لابسه عفريت او جن. احنا عندنا هنا الحامل، بس لو قلت لها مش قادره اول يعني الدكتور يقول لها بصي برضه بتتكلم ده ورا ده برضه بتتكلم. انت حاشه نفسك بجمله مفيده في كل حاجه. اختي كانت ورجعنا لكم تاني وفقرة أنا بحبها جدا، فقرة السوشيال ميديا. ونبدأ بأول صورة. أوه نو، سيلفي العائلة المالكة مش معقول. الملكة إليزابيث والأمير ويليام وزوجته وأخو الأمير ويليام الأمير هاري ولاد تشارلز، معقولة يعني هي وأحفادها وعروسة حفيدها وسيلفي ومن تحت وبقرون. وهي اللي هي اللي بتاخد السيلفي. ها هي ايوه هي واقفه في النص وكلهم بيتصوروا. شوفوا النبي خف الدم الملكه اليزابيث، بساطه. شوفي الناس بسيطه ازاي، مش معقده. مع انهم عندهم بروتوكول وحاجات وقواعد، وده يصح وده ما يصحش، بس دول واضح انجليز. ان هم يعني ملوك البروتوكولات، هم في العيله مع بعض بس يعني الحياه بسيطه. ده برضو ارجع اقول ان هو تقليد اعمى، لانه احنا زعيمنا الجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول من خد سيلفي، فهم بيقلدونا. شوفوا الصوره الثانيه، ست حامل بتلعب كروس فيت او بتلعب رفع اثقال يعني، بس واضح ان هي ست رياضيه جدا 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 قبل الحمل عشان تقدر تعمل ده اثناء الحمل. يعني على المهم ده تلاقيهم 80 كيلو او 200 كيلو بتسلك بيها اسنانها، لان هي العادي بتاعها بتشلها بال 1000 كيلو مثلا، ف 80 ده اللي هو يعني ده عادي بالنسبه لها. انما احنا عندنا هنا الحامل، بس لو قلت لها مش قادره يعني الدكتور يقول لها انت حامل. بصي برضه بتتكلم ده ورا ده برضه بتتكلم. انت حاشه نفسك في جمله مفيده في كل حاجه. اختي كانت حامل. هي القرعه تتعيد بشعر اختها؟ مش بتعيد بايه؟ بشعرها. هو لحي يتنحل؟ ده لا دخلتي دنيا ولا طلعتي. الفاديو الفاديو عشان تسار بتوسع منها الفاديو. لحي شعرك يتنحل وانت لسه ما دخلتيش دنيا؟ معلش. اتنحل في ايه طيب؟ نجاح تقلب.
طب ازاي هو فاهم الماتش وفاهم اللعب وفاهم يحيي وفاهم ازاي مبسوط اللعيب هو ازاي يعني ابصي انا برجح يعني ان صاحب الكلب اساسا غاوي كوره فمن الكلب هو صغير هو مدربه على الاحساس بالجون والملعب فالكلب مع الوقت بدا يدمن فكره صوت الماتش الكوره فلما بيجي جون والناس بتجري بيبتدي يعرف ان هنا حصل حاجه اللي بتبسط صاحبه بدا هو كمان يهيص عليه انت بتفتي يا يعني هو بيقلد الانسان بتفتي انت اصل مش معقول هو فاهم يعني ايه كوره انت اكيد بتفتي ده ما يكونش كلب ده كائن فضائي ده على اساس ايه استنوا الاختراعات بقى استنونا بعد الفصل ايه دي كرم مش عندك في الاحداث او انا او شيماء مش عندك انا باينه عندك شيماء باينه بس كلمه تحديد عايزين نحط عيننا عليها ضاعت اسبانيا يا هيدي راحت رجلك اسبانيا جبت اجلها هي في دوامه من المشاكل على طول وهتفضل تفضل هي بس فنها مشكلة ما هو كتر المشاكل بيأثر على البتاع هتعمل اغاني حلوه في حد هيعتزل مفيش حد في فنانة او فنان هيعتزل الناس تفرح دي مفيش نجم هيطلع كده محمد رمضان لا نجمة مثلا بنت يعني لابسه اصفر لا 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 مش شايف حد مش شايف لا النضاره لازم تبقى ونعمل ليزك بقى ورجعنا لكم لفقرة الضيف كل الناس بتهتم بموضوع الأبراج وحظها السنة اللي جاية وهتعمل إيه في الشغل وهتعمل إيه في علاقتها العاطفية وفي علاقتها الأسرية بس إيه الكتف الكتف ده يا بنتي أنا مش على طول يا عيني في كلب هبشة من العظمة لا لا عينك العظمة دي يعني طب إحنا هنقعد نتدلع ونسيب الضيف يا حبيبي طيب يا جماعة بما اننا داخلين على السنه الجديده وناس كتير بتحب قوي تعرف حظها في الشغل وفي الحياه الرومانسيه وفي الحياه العائليه في السنه الجديده فاحنا قررنا ان احنا في الفقره دي النهارده ما نستضيفش فنان او مغني هنستضيف عالم في الفلك يقدر يقول لنا شويه حاجات كده عن حظنا السنه اللي جايه معانا الفلكي احمد شاهين أهلاً وسهلاً أهلاً بيك منور ميرسي دايما بتوع الفلك كده بيتنبأوا بحاجات يقول لك ومع السنة القادمة سوف يموت المشاهير وينتهي حكم المماليك ويبدأ حكم الأيوبيين توقعات بقى أيوة وبصراحة يعني ساعات في حاجات بيقولوها كلها في حاجات بتحصل أنت متوقع إيه المشاهير أو المعروفين مش لازم فنانين بس مين يموت مين يعيش مين يتفوق مين يتألق اقول يعني عادي قول طبعا بالنسبه للسنه الجديده التوقعات في توقعات شخصيه وفي توقعات على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي اضافه لتوقعات الابراج اللي هي الصفات بالنسبه لتوقعات المشاهير انا اتوقع طبعا بالنسبة لمصر أنا توقعت قبل كده وفيات وابتلات وحصلت بنسبة 90% يا ماما نسبة 90% طب إيه أكتر حاجة قوية بس توقعتها قبل ما نبتدي وحصلت وفاة سيدة الشاشة فاتن حمامة أحد الفضائيات وبالفعل قبلها بأسبوعين تحديدا توقعت بالاسم السيدة سيدة الشاشة فاتن حمامة ستنتقل إلى رحمة الله وبالفعل بعدها ب 15 يوم ووسيلة الإعلام دي أعادت نشر توقعي في حينه بعدها ب 15 يوم طبعا في سياسيين كان مقتل القذافي توقعته باليوم قبلها كان في شهر 8 انا قلت سيتوفى او سيتم اغتياله وقتله في شهر اكتوبر حددت اليوم في فنانين يعني في مش كلها وفيات في حد همط حد كده يعني طبعا توقعت الفتره القادمه ان في وفيات لبعض العاملين بالوسط الفنانين يعني الوسط الفني اضافه لبعض الشخصيات للمشاهير في مجالات اخرى. كان من ضمن التوقعات اللي انا توقعتها كان او توقعات الوفيات من سعيد صالح من المهندس علي حسنين سعيد توبيك مؤخرا اضافه انت جبت الوسط الفني كله على الارض انا يعني لا مش كلهم لا لا عنده 90% لا لا مش كلهم انا فعلا ده مثبته طب مين قلت وما توفاش؟ ما كنت لسه هقولها بقى انا بعترف بيها
طبعا الـ كان في الرئيس الاسبق حسني مبارك توقعاته يعني حقيقه، لكنه لم يتحقق وأراد الله يعني. انا اجتهدت وخلاص، لكن انا لا ما ده علم، ده اجتهاد، لا لا مش جت نفسي، لان كل اللي بيطلع بيقول لي طب انت توقعت كذا كذا كذا، طب ايه رايك في مبارك؟ فانا بعترف ان فعلا التوقع دون ما حصلش، لسه ليه عمر هذه الدنيا بالظبط كده. معاده ما جاش، اصل انا بقول انا مجتهد، عشان كده انا بقول انا مجتهد. اذا اخطات فليه اجر، واذا اصبت فليه اجران، لان ده علم تجريبي، دي توقعات، دلالات فلكيه، منها بشوف ده هيحصل كذا كذا كذا. لكن الناس مركزه مع احمد شاهين بخصوص الوفيات، لانها حاجه يعني اولا نسبه الاصابه يعني مش 100% لكن عاليه على مستوى العالم. طب خش بقى على 2016، 2016 نسبه الاصابه عندك عاليه. لا مش عايزين نعرف هو، لا هنقول بقى لا نعرف، لا نعرف، لا عايزين لا نعرف. افرضوا اللي بيسمع ده دلوقتي سمع واكتئب، يعني ان شاء الله دي توقعاته. لا ما تقولش هو يا سيدي كلنا هنموت مش عارفه. طب نبدا بالتوقعات السياسيه والاقتصاديه مثلا البلاد وكده. طيب اضافه طبعا توقعات الابهج، ايه ابرز الاحداث؟ كرم مش عندك في الاحداث او اولا النبي شكرا عندك في الاحداث والله نفسي بس يقول عندكم حاجات كويسه في المهنه والعمل. طب الحمد لله انا باينه عندك شيماء. شيماء لا باينه موت، القانون القانون مفهوش شيماء، القانون مفهوش شيماء، مفهوش الفلك مفهوش شيماء. طبعا ال 2000 بدايه من 2014 و 2015 هم ثلاث اربع اعوام متصلين، واحنا في نفس الوقت متصلين بالعالم مش هنقدر ننفصل عنه. صح. 2014 2015 2016 2017 2018 الاربع سنين دول بداوا من 2014 حتى 2018 بعتبرهم سنه واحده لمصر والدول العربيه، الحرب على داعش، لان السمه المميزه للمنطقه الحرب على داعش بدات في عاصفه الحزم في اليمن، ودي توقعتها وقلت ان داعش الجيش المصري سيدخل في ليبيا، وبالفعل السنه الجديده 2016 عاصفه الحزم ستنتقل من ليبيا الى سوريا. سنشهد ذهاب بعض كتائب ووحدات الجيش المصري الى سوريا، دي نبوءات قديمه برضه اضافه لتوقعاتي، من اجل الانضمام للتحالف الروسي، روسيا موجوده هناك، الصين هتنضم، فرنسا بالفعل بتعمل طلعات، امريكا هتخش بذريعه، تركيا هتخش العراق وهتخش سوريا. هنلاقي الجيش المصري سيرسل بعض وحداته وكتائبه هناك، فهنلاقي ان العمليه الغالبه او المسيطره على المنطقه هي الحرب على داعش عاصفه الحزم. فطبعا ده للاسف هياثر على الداخل سواء مصر والدول العربيه، هياثر على الاقتصاد، يعني ما اضحكش عليكم الاقتصاد يعني مش اقل من المتوسط، السياحه ستظل يعني ضعيفه للاسف. لا لازم اكون صريح، ما في ناس بيقول لك ما تتشائمش، قلت لهم لا انا لازم احذر الناس. يعني ما ادفنش راسي في النعام، لازم اقول عشان احذر. وبالفعل يعني احنا الفتره اللي جايه داخلين في حرب مشتركه مع دول مساعده في حرب داعش وعن حرب سوريا. انا بسميها الحرب العالميه الثالثه لان في قوه عظمى بالفعل في روسيا. بالنسبه للعالم احنا احسن حالا من العالم. نحن احسن حالا من العالم، يعني بالنسبه مثلا للولايات المتحده الانتخابات الامريكيه متوقعه من فتره وما زلت متوقعه ان في انتخابات سيكون طرفها جيب بوش وهيلاري كلينتون. تاني بوش تاني؟ جيب بوش. ما هي عيله بقى عملت ورد من ايام بوش كينيدي. جيب بوش وهيلاري كلينتون سيكون طرفها وستفوز هيلاري كلينتون وستكون المتوقع الكلام ده. اول امراه تتولى رئاسه الولايات المتحده الامريكيه وستكون على يدها نهايه امريكا. ان شاء الله دي نبوءات. بجد بجد هتتولى ويبقى على يديها نهايه الولايات المتحده الامريكيه. عايزين نروح بقى نزور امريكا بسرعه قبل ما يجيبوا دوراتها. بالنسبه يعني بالنسبه للسنه الجديده احنا احسن حالا بالفئران بكل ده اللي هيحصل ده اللي احنا احسن حالة. ربنا حافظنا ان شاء الله. احنا الحمد لله بالظبط، كنت لسه اقول لك في العمليات الارهابيه اللي في المانيا انا توقعتها وما زلت متوقعه، في عمليات ارهابيه ايضا السنه الجديده اسبانيا، اسبانيا تحديدا عايزين نحط عيننا عليها. ضاعت اسبانيا يا هيدي، حطيتي رجلك في اسبانيا جبتي اجلها. اسبانيا مش هنروح اسبانيا يا بنات، اسبانيا, أسبانيا وايطاليا والنرويج كمان. ايطاليا حتى في كاتالونيا اقليم كاتالونيا اللي منفصل هيطلعوا بمظاهرات السنه الجديده. بتهزر؟ وهينفصلوا فعلا؟ هينفصلوا؟ لا لا مش هينفصلوا، بس هيطلعوا بمظاهرات. عمليات ارهابيه ولا عمليات ارهابيه اللي في باريس دي؟ لا انهيار اقتصادي اولا على مستوى العالم، الانهيار هيحصل يحدث لليورو الاوروبي سينخفض بعدها باسبوع اسبوعين، ده على مسؤوليتي سينهار الدولار الامريكي. من اجل اصدار بالظبط كده، من اجل اصدار ايه بقى؟ في حاجه اسمها الدينار الذهبي العالمي الموحد. هم دلوقتي احنا بنسمع عن زي اسلحه الجيل الخامس، بنسمع عن مؤامره اللي هم عايزين النظام العالمي الموحد، حكومه موحده، ديانه موحده، كان بدايتها الامم المتحده، دي حكومه عالميه. فاحنا
هينهاو الدولار وينهاو اليورو وينهاو جميع العملات من اجل اصدار الدينار الذهبي اللي هو بيسموه الاسود اللي هي بطوب الذهب، لان العملات اللي احنا بنستعملها دي تعتبر ورق مالوش اي قيمه، بيضحكوا بقى علينا خالص، ده ورق مرتبط بحاجات سندات او حاجه صح. لكن الاساس الذهب، فالدينار الذهبي دون سيعتمد عليه مستوى العالم. بالنسبه لي دوره الالعاب الاولمبيه اعتقد هتبقى في ريو دي جانيرو البرازيل 2016، ممكن في امطار غزيه وفي يعني شيء حاجه كده، مش هناخد اي كاس ولا اي حاجه خالص في الكره 2016 تحديدا. لا ما فيش امل ولا اللي بعدها. لا انا بسال وانا عارف. بالنسبه للعراق متوقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيختفي من العراق تماما. في الـ الامير فيليب اللي هو زوج الملكه اليزابيث هيحصل له عرض صحي، متوقع بقى مين بقى اللي هيبقى ملك بريطانيا؟ طبعا الملكه اليزابيث هتتنحى. الملكه اليزابيث هتمشي تتنحى. الله ينور عليك. ولا هنري؟ لا تمام، لا ويليام صح صح. تشارلز هيحكم لفتره قصيره جدا وبعدين يتفرج عليه، هتبقى اسوء فتره لانه هيبقى دكتاتور فظيع وسيلغي جميع القوانين، هيبقى فظيع. الناس يعني هيطلق عليه دكتاتور فظيع. دي 2016 هتبقى زحمه قوي. ما انا قلت لحضرتك الفتره تبدا من 2014 حتى 2016. الحوادث كلها بنشهدها دلوقتي جذورها من 2014، يعني منطقه داعش بدات 2014، مش عارف ايه 2014، العمليات الارهابيه. يعني ويليام هيتولى بعد كده، بس هيبقى ملك رحيم. هو ملك دلوقتي، ملك المملكه المتحده حتى يأذن الله. حتى يأذن الله. ونائبه هيبقى هاري. اخوه صح تقريبا. بس المعلومه دي صحيحه، نرجع بقى شويه للقليلين اللي بيعرفوا المعلومه دي. نرجع هو ويليام بعد شارلز. قول لنا بقى توقعات الفنانين. طبعا بعد التوقعات عايزين توقعات الابراج بقى في طيب. طب في توقعات تانية مهمه يعني على الساحه العالميه؟ ما هو في يعني غلط كفايه كده بالنسبه لاسبانيا. بالنسبه للسياسه ظهور الجناح اليميني، يعني اليمين لا هتنهار، يعني اسبانيا تختفي ولا ايه؟ انت عايزه تختفي من على وجه. طب قول لنا الفنانين وسيبهم هم يتخانقوا. طيب بالنسبه ندخل الفنانين. ندخل للفنانين. طبعا الفنانين على التابلت ده احنا يعني معديين، انما بقيه العالم على الورق كده. كنا خلينا في الورق طبعا. بالنسبه للناس اللي هيبقى عليهم كل خلينا فين؟ خلينا في الورق اتلخبطت كده لما قلنا لا لا دي توقعات. انا فعلا قول لنا انتصار هيحصل لها ايه. طيب بس انا بسجلها، بستخدم التكنولوجيا يعني. طيب انتصار طبعا بالنسبه لمحمد رمضان هيكون يعني النجم محمد رمضان. جميل. النجم ما زال ساطعا من ضمن الناس النجوم اللي للاسف يعني في منحدر شويه. النجم احمد السقا اللي فيهم ايه؟ في منحدر يعني. يعني الحظ متعسف شويه. من الناس اللي هتختفي خالص النجم احمد حلمي. هيختفي خالص؟ من الناس اللي بتختفي يعني في اختفاء، يعني بدل ما بتطلع بتنزل خالص. بتختفي. بالنسبه لرياض عبد الرازق حظوظ عاليه جدا الفتره القادمه، بس المتوقع لها مشاكل. وهتتجوز؟ هتتجوز تاني، بس متوقع لها مشاكل بسبب يعني اللي هو الزوج السابق. اللي هو الموضوع اللي السابق اللي اتسجن يعني. اللي اتسجن محمد فؤاد ده لسه هيكمل في حياتها مشاكل. فدون هيعمل لها هي النجمة عالية، بس فجأة هيقف بسبب الموضوع ده. هيأثر عليها جامد، وده بداية قفولها. ده هيأثر، هيتدخل عليها في حياتها. ده باين من البيت تاني. ده باين من البيت السابع بتاعها. في شيرين عبد الوهاب. جميلة. بس هي هي على طول بتفر. لا هي جميلة. على طول هي في دوامه من المشاكل على طول، وهتفضل تظل هي بس فنها. يعني ده شخصيا صح، لكن ما هو كتر المشاكل بيأثر على البتاع، بالعكس ده بيأثر، بيخليها تطلع لنا اغاني باحساس اكتر يعني. لا انا مش شايف كده. جايز. معلش يا بقى ساعات بتقول كلام كده يعني، ما تتكسش معاها قوي. ازاي عندها مشاكل وركائل وازاي هتطلع فن؟ ان شيرين الفنانه الجميله انت لما تيجي تطلعي وتتجوزي وعيالك بتاخده منك بيكتبوا لها اغاني وبتروح تغني. انت عارفه ان هي لما اتجوزت بالعكس اتهموها ان هي ما بقتش تغني الاغاني الحزينه بنفس الاحساس، واول ما انفصلت عن جوزها رجعت بالبوم عياط وشحتفت السنين. طب كمل لنا مين تاني؟ كمل لنا. في النجم السوري جمال سليمان في عقبات الفترة القادمة، لكن هو سيتجاوزها. عامة في مصر الوضع على المستوى الفني ما فيش يعني يكاد ما فيش نجم هيطلع كده. لو قلت محمد رمضان لا نجم مثلا بنت. نجم بنت بنت نجم بنت لا يعني لابسة أصفر
اطلعلك في سماء الفن كده. لا 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 مش شايف حد. مش شايف؟ لا النظارة لازم تتغير. نعمل ليزك بقى. في حد هيعتزل؟ مفيش حد. مثلاً فنانة يعني أو فنان هيعتزل؟ الناس تفرج. احنا في نهاية الفقرة استفدنا جدا 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 من حضرتك. وكل سنة وانت طيب. وميرسي قوي. خلصت حلقتنا وتصبحوا على خير. Egyptian high Bosni. Hey. Egyptian high Bosni. Hey. Egyptian high Bosni. لفة كبيرة عشان يطلب أولدر. أولدر. أنا مش عايز أولدر. غل. شيبي بتبصلنا ليه؟ غيرة. هنغير من العظم ده بأمارة إيه؟ العظم ده هنغير منه ليه ده؟ لما مامتك زي سنسور كده سبتيها ليه؟ يا جحدة يا أدرى يا أسيا يا وحشة يا هايدي. عايزين نقطة يا عم. نقطة يا بنتي يا بنتي. هنحل عليك. هتعرف تقول نقطة في الجو ده ولا توترت؟ توترت. طب ممكن لا الفنان ما يتوترش. قوم ارقص شوية. مش عارف ارد على مين. Thank you.